بذل كل طاقتي في اني اقدر اطلعه، بدي اياه يطلع في اي شكل، من وراء اشد، من قدام اشد، الشباب معايا شد شد ارفع، نحاول. حديد كان داخل في جسمه من حماية الشباك. في الأخير الحمد لله يعني طلعنا. كان جاي الدفاع المدني، كان جاي الإسعاف، أخذوه على الشيالة. أنا شفته يعني الحمد لله حسيت إنه منيح يعني، وتوجهنا على الشفا. طبعا وضع الشفا صعب جدا، أنا والله ما بدي أحكي بس شو معلش. بس